انا عارف ان خط الوسط عندهم كان ضعيف، كان ضعيف. ايوه كان لازم ثلاثة يسقطوا. ايوه يا عايدة، حد يجي يفتح الباب. ايوه ايوه محدش هيفتح. حاضر انا اللي جاي. اسند معايا بابا والنبي. ايه ده؟ ايه ده؟ مين ده؟ الو يا استاذ معتصم، المظاهرة شغالة زي الفل، احكي لك كل حاجة لما اجي الجورنال. مين ده؟ مين ده؟ مين ده؟ يا بابا مفيش وقت للكلام، الراجل محتاج اسعافات اولية حالا. ايوه بس مين ده يعني؟ انا على فكرة مستعدة اتبرع له بدمي، بس تدوني علبتين عصير. عصير ايه يا ابني المفاجئ انت؟ مين ده؟ يا لهوي يا لهوي، ايه ده؟ مين ده؟ ما انا مش عارف، عمال اقول لهم بالصبح مين ده، محدش عاوز يرد عليا. يا بابا من فضلك انا هدخل ليه جوه لو سمحت، ما تجيبش سيرة لاي حد انه معايا جوه. طيب مين ده يا بنتي؟ انتي طبخانة ايه النهاردة يا حبيبتي؟ اتنيل على عينك، خش جوه. مين ده يا عايدة؟ مش عارفة، شوف انت مين اللي على الباب. طيب حاضر، طب مين ده الأول؟ مين ده عشان ابقى فاهم؟ عايدة. طيب طيب مين؟ هو فين؟ ومين ده؟ هو فين؟ هو مين حضرتك؟ بص يا حاج، انت عندك ولاد، بلاش تأذي نفسك. انا كل خلفتي بنات، ما عنديش موقفك ولاد. انيل اهم، الولاد رجالة يتحملوا، لكن البنات ضعاف. في ايه حضرتك؟ بص شكلك هتتعبني، فتشوا البيت انت اهو. استنى يا ابني انت اهو، بس تقولي في ايه الاول. اخلص. قولي في ايه. ليه دفن جلابيت يا جبان؟ ايه يا بابا في ايه؟ ما انت على طول تاخد شرباتي. بس انت قلت لي انك ما جبتش الصبيان، شكلك كده بتضلل العداله. إيه لا اصل احنا اساسا في خلافات ما بيني انا وهو على موضوع الشرابات والفانيلات والجلاليب والحاجات دي، احنا اساسا عيله مفككه. ها صح. تمام يا فندم، فتشت الشام ملاش حاجة. لحقتوا؟ ليه بتدوروا في جيوبكم؟ حلوة حلوة يا ربي، بطرمان عسل واقف جنبي. في ايه يا بابا؟ انت اختلست عشان جهازنا ولا ايه النظام؟ يا اختي تنيلي، هو انتوا جالكوا ارسام من اصله عشان يختلس؟ انا هدور بنفسي، فتشوا الحمام. حمام ايه يا الظابط؟ ما يصحش، انا بنتي جوه الحمام، ما يصحش تفتحوا عليها الباب. في ايه؟ اختي حبيبتي، حمام العافية. في ايه حضرتك؟ شفت؟ شفت يا بنتي لسه خارجة من الحمام، زي ما قلت لك ما كدبتش عليك، وما عندهاش فكرة عن حاجة خالص خالص. في واحد خطير هربان وكنا يا خبر أبيض، ده أكيد مستخبي عند حد في الشارع وممكن يأذينا. لا أنتوا لازم تدوروا عليه كويس. ما تقلقيش يا أمورة، مش هرجع مكتبي غير وأنا إيدي في إيديه في الحديد. هي دي ستنا برضو، في رجال الشرطة البواسل عيون قصر الساهرة على راحتها. بجد شايفانا كده؟ شكلك كده متعاونة. لو عرفت أي حاجة كلميني على الرقم ده 012-316-5406، رنة صغيرة وأنا هكلمك من هو بلاش عندنا من الوزارة عشان نقبض على المجرم الخطير ده. طب مفيش يعني مكافأة عشان نتحمس وندور بضمير؟ ساعة يد ساعة حائط كده يعني. أنت بتخدم مصر يا علي، يا منعم، يا أستاذ. لا أدام بخدم مصر أنا حط من جيبي. طب مع السلامة، اتفضلوا مع السلامة وتعالوا. ها خلي بالكم من السلمة المكسورة. عسل عسل عسل. بقول لك ايه، انت تاخدي الجدع اللي جوه ده وتنزلي فورا من هنا. بقول لك ايه يا رهام، هو مين الجدع اللي متلقح جوه ده؟ ايه يا جماعة، ده طالب جامعي اتظاهر في مظاهرة واتصاب عادي يعني. واحنا مالنا؟ احنا مالنا؟ بقول لك تاخديه فورا وتنزلي من هنا، مش تقصير بلاوي.